السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من ساعة صباح ونتابع فيها. أنا أعشق الوطن يعني لأني تربيت به، هو رباني ويحبني الوطن وأنا هم أحبه. مع تنامي حركة الهجرة بحثا عن الرزق أو الأمن أو أشياء أخرى، ماذا نقول لأبنائنا عن معنى الوطن؟ متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا تقولون لأبنائكم عن معنى الوطن وكيف تنمون حبه في نفوسهم؟ أرسلوا إلينا بمشاركاتكم عبر صفحتينا على فيسبوك وعلى تويتر، فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستغرام. شاركونا. قبل أيام قليلة مضت أحيا العالم اليوم الدولي للمهاجرين، هؤلاء الذين اضطرتهم الظروف لمغادرة أوطانهم إلى مواطن بديلة بحثا عن الأمن أو الرزق أو شيء ما افتقدوه في بلدانهم الأصلية. وفي ظل تنامي حركة الهجرة التي يشهدها العالم وتحديدا من منطقتنا العربية، تبرز الحاجة للحديث عن معنى الوطن وماذا نخبر أبناءنا عنه. هل العلاقة بالوطن والانتماء إليه فطرية أم هي علاقة مشروطة بمظلة من الحقوق المتبادلة؟ هل الأوطان حدود أم أفكار تتجاوز الأرض والإقليم؟ هل الانتماء لا يكون إلا لبلد الميلاد أم أن الأوطان دوائر متداخلة تبدأ بمحل الميلاد وتنتهي بدائرة الإنسانية الأوسع؟ وإذا سألنا أطفالنا لماذا علينا أن نعشق وطنا مكبلا بالأزمات، فبماذا نجيبهم؟ كل هذه الأسئلة وأكثر ستكون موضوعا لحلقة اليوم من ساعة صباح، تابعونا. يعني واو طه ونون، واو دي وادي وطه دي طيبة، أما نون دي ناس بلادي اللي بيسبقوا الزمن. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ أنا أعشق الوطن يعني لأني تربيت به، هو رباني ويحبني الوطن وأنا هم أحبه وما راح أهدي الوطن. يعني بلدي وهو أثمن من كنز كبير بمقدار مليارات النقود أو مثل عشرات الآلاف الكنوز اللي تقدر تنطيك 20 قصر ببلاش. يعني اللي في الشي زين، ويعني حيل أحب وطني، ما أعرف شنو اسمه بس حيل 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 أحب وطني أحسن من كم أشياء. يعني يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش سجن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ الوطن هو شيء لا يوصف بالكلمات، هو هدير من المشاعر والعواطف والأحاسيس والذكريات. الوطن هو ذكريات الطفولة، هو الأصدقاء، هو العائلة، هو الإخوة، هو التراب، هو السماء، هو الهواء الذي نتنفس. هي البقعة التي لن تترك ولا تترك بالإرادة. باختصار، الوطن لا يترك إلا حين لا يعطي لنا المجال إلا أن نتركه. الوطن بالنسبة لي هو الأم، فهل يوجد للأم تعريف؟ لا يمكن أن يعطي للإنسان كما كان هذا الإنسان أن يعطي كلمة أو معنى للأم. الأم هي كل شيء، الأم هي الكيان، هي الوجود، هي الروح. كلمة الوطن تعني لي أشياء كثيرة، ففلسفة الوطن لدي ليست بقعة جغرافية نعيش فيها، إنما الوطن هو الفكرة أو العقيدة أو المنهج الذي نسعى من أجله، فأينما وجدت هذه العقيدة والمنهج الذي أسعى من أجله فهو هناك وطني. موطني 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 ذا الهباء، موطني 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 يا أنا. لكل إنسان لابد أن يعتز بما ولد فيه، بالمكان الذي ولد فيه، يعتز به ويكون في قلبه فيه المحبة والرضا فيه. بنحكي لأولادنا
ان احنا لابد ان احنا وطننا يكون احلى وطن في العالم. الوطن بالنسبة لأي شخص هو الحياة، حياته يعني ولادته، تاريخه، تراثه. الوطن هو يعني الشعب بدون وطن ما بيعمل شيء، يعني مش شيء. الوطن هو الأم، وهو المكان الذي تربى فيه الإنسان وتعلم فيه العادات والقيم والتقاليد، فهو أعتقد هو أغلى ما يملك الإنسان أن يكون لديه وطن. الوطن ده حاجة كبيرة جداً، هو اللي تربيت فيه ونشأت مع أسرتي ومع عيلتي ومع أهلي ومع أصحابي. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء في هواء. للحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور مصطفى العزب، مدرس علم الاجتماع بجامعة قطر. أهلا بك دكتور، صباح الخير. أهلا بك معنا اليوم. قبل البداية ننوه مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. دكتور مصطفى، استمعنا من خلال يعني بعض آراء للمشاركين معنا في هذا الفيديو إلى معنى كلمة وطن. تعليقا على هذه الإجابات نريد منك تعليق وأيضا تعريف لمعنى الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فكرة الوطنية في حد ذاتها هي نشأت في أوروبا في حوالي القرن 18، نشأت مع بدأت تنتشر مع الثورة الفرنسية، وبدأت تنتشر مع انفصال بعض القوميات عن الإمبراطوريات الكبيرة. يعني مثلا انفصال صربيا عن الإمبراطورية العثمانية، وانفصال قوميات أخرى في شرق أوروبا عن الإمبراطورية العثمانية. فما الذي غذى ذلك الانفصال هو أن تستشعر كل قومية أنها تنتمي إلى قوميتها وليس إلى الهوية العامة وليس إلى الدولة الكبيرة أو الإمبراطورية الكبيرة التي كانت موجودة في ذلك الوقت. فأيضا كانت هناك بعض الإمارات الصغيرة في أوروبا أخذت تتحد على أساس اللغة. فكلمة ناشوناليزم باللغة الإنجليزية في واقع الأمر هي لا تعني الوطنية تحديدا، ولكن هي تعني القومية بمعنى الانتماء إلى الأمة أو الانتماء إلى القوم الذين يشتركون في ثقافة واحدة، ومن ضمن هذه الثقافة هي الدين واللغة إلى آخره. فمثلا نجد أن ترجمة الأمم المتحدة ليست الأوطان المتحدة، ولكن يعني United Nations هي الأمم المتحدة وليست أوطان متحدة. فالأمة هي أوسع من الوطن. الأمة هي ثقافة، هي قوم، هو انتماء لبشر وليس مجرد انتماء لرقعة أرض. نجد مثلا أن في يعني حالة معنى ذلك أننا في الوطن العربي الكبير، اللغة واحدة، الدين تقريبا طبعاً. الدين ذو العدد الأكبر هو الدين الإسلامي على سبيل المثال. صحيح. هنا نشترك في اللغة، نشترك في الدين. نعم. إذن هو وطن كبير لا حدود فيه. هو ليس تماما، إنما موضوع الحدود الجغرافية أعتقد هي تعريف ضيق للغاية لمفهوم الوطن، خصوصا أن ليس هناك دولة على وجه الأرض حدودها الجغرافية هي نفس حدودها طوال التاريخ البشري. تتغير. نجد أن دائما هذه الحدود الجغرافية تغيرت، بل أحيانا انتقلت من مكان إلى مكان. فمجرد الانتماء إلى رقعة أرض هذا مفهوم ضيق للوطنية، إنما الوطن هو شيء أوسع من ذلك، هو الانتماء إلى القوم، ومن ضمن الانتماء إلى القوم إلى ثقافة هؤلاء القوم، وإلى مكون رئيسي انتماء إلى اللغة والانتماء إلى الدين.
نعم. طيب دكتور مصطفى، ينضم إلينا الآن عبر سكايب من العاصمة البحرينية المنامة الدكتور محمد عمرو مدير أكاديمية دراسات اللاجئين. فمرحبا بك دكتور محمد معنا وصباح الخير. يعني هناك إشكالية في الصوت، لا أسمع الصوت. بقول تحياتي لك، صباح الخير، تحياتي لك ولضيفك وللجمهور الكريم. أهلا بك دكتور محمد عمرو معنا اليوم، ويعني بالحديث عن الوطن عرضنا منذ قليل فكرة، يعني بعض الآراء لفكرة الوطن، بماذا تعرفه أنت؟ والله الحقيقة أنا قبل ذلك أود أن أشير إلى أن فكرة الوطنية أظن أنها فكرة قديمة، وفكرة الوطنية والارتباط بالوطن هي ارتبطت منذ وجود الإنسان على هذه الأرض. فمنذ أن نزل الإنسان على هذه الأرض شعر بالانتماء والحب والحنانية إلى هذا المكان الذي يعيش فيه. نعم. الأمر الآخر كذلك أن الارتباط بالمكان هي فطرة إنسانية زرعت في نفس الإنسان، فالإنسان يألف المكان الذي يحيا به، وهذا الأمر منذ التاريخ. والتاريخ الإسلامي بالحقيقة عزز هذه النظرية. إبراهيم عليه السلام لما أنزل أولاده وأهله في مكة قال ربي إني أنزلت ذريتي بواد غير ذي زرع، ودعا لهم اللهم اجعل هذا البلد، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى المدينة لما نزل بها وقال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت منها من البركة ضعفي ما جعلت في مكة. نعم. بعض القادة المسلمين كان إذا ذهب للجهاد في سبيل الله يحمل معه من تراب أرضه ومن تراب وطنه حتى يبقى دائما الذكر للوطن. ابن منظور في لسان العرب لما عرف الوطن قال الوطن المنزل الذي يقيم فيه الإنسان، وطن فلان وأرض كذا وكذا، أي أصبح محلا له وسكنا يسكن فيه ويقيم فيه. إذن هنا لا ارتباط لأرض معينة بمعنى كلمة الوطن بالنسبة للإنسان، المكان الذي يوجد فيه مسكنه على حسب ما ذكرت وأمانه في نفس الوقت هو يعني هو تعريف الوطن بالنسبة للإنسان. تمام. أنا في ظني الوطن هو الإنسان، هو المكان الذي يسكن به ويأمن به، وهذا اللي قاله الشيخ محمد الغزالي لما تحدث عن الوطن، قال الوطن يرتبط الإنسان بالإنسان بالوطن الذي يألفه ويقيم فيه. طيب ونحن دكتور، بالحقيقة كمسلمين كما تفضلت وتفضل الدكتور، فإنه لا تعارض من أن يكون لك وطن بحدود جغرافية تحبه وتنتمي إليه ولديك له حس وطني ووطنية عالية، وفي ذات الوقت أنت تنتمي إلى الوطن الكبير الذي تحس بالانتماء القومي والديني لهذا الوطن، فلا تناقض بين الفكرتين والله أعلم. طيب دكتور محمد، يعني حضرتك مدير أكاديمية دراسات اللاجئين، من موقعك كيف يرى المهاجرون أو اللاجئون في بلاد المهجر الوطن الأم، كيف ينظرون إليه الآن؟ سيدتي الفاضلة، أكثر إنسان يحن إلى وطنه هو الإنسان الذي أخرج من وطنه إجبارا وقسرا وقهرا وظلما. إن الإنسان الذي اختار أن يكون بذاته مغتربا أو لاجئا فكان يبحث عن أمر ما فوجده في مكان ما، وهذا يحن كذلك إلى وطنه لأن الأمر فطري. أما اللاجئ الذي أخرج من وطنه فإنه من أكثر الناس حنانية لوطنه، حتى لو كان الوطن مقصرا معه أو ظالما له أو لم يعطيه حقوقه، لأن الأمر يتعلق بغريزة تنازع هذا اللاجئ. والأمر أكثر بالحقيقة وطنية وحساسية حينما يتعلق باللاجئ الفلسطيني الذي أخرج من وطنه بقوة السلاح والقهر والظلم والتعذيب، والذي أخرجه قاهر ظالم معذب مع سكوت عالم قاهر ظالم كذلك على هذا الخروج، ويمنع أن يعود. قد يكون اللاجئ الفلسطيني الذي يحيا في أي منطقة في الدنيا، سواء في البحرين أو الخليج أو في أوروبا أو في أي مكان في العالم، قد يكون يشعر بشيء من الاندماج مع المجتمع الموجود فيه، وقد يكون يشعر بنوع من المواطنة في المجتمع الذي يقوم فيه، لكن بالحقيقة عينه وقلبه معلق بوطنه الأم. وهذا ينطبق كذلك على اللاجئ السوري واللاجئ العراقي وكثير حقيقة، حتى يعني لدينا بعض الحالات من اللاجئين العراقيين واللاجئين الفلسطينيين في العراقيين الذين هربوا من العراق من
من من من من سلطة السلاح والظلم أو من قهر الظلم والسلاح. نعم. ثم ذهبوا إلى أوروبا ثم عادوا. طيب ثم دكتور عادوا دكتور عمرو يعني فعادوا إلى وطنهم بما يعانون. تفضل. نعم دكتور عمرو، يعني هكذا وصفت رؤية اللاجئين أو المهاجرين لمعنى كلمة وطن، وكذلك عرفناها هنا في الاستوديو مع ضيفنا الكريم، ولكن كيف يرى اليمنيون معنى الوطن؟ لنتابع. بلادي وروحي وأم اليمن، سنمضي ونهتف بهذا علن. بلادي وروحي وأم اليمن، سنمضي ونهتف بهذا علن. الوطن هو حياتي ودمي وقلبي، الوطن هو أولادي وأهلي وذوي. الوطن هو من وجهة نظري هو المحيا والممات، هو المحبة، هو العطاء، هو الميلاد. الوطن هو الانتماء للأرض والمساحة والسكان ومسقط الرأس، هذا هو الوطن. الوطن جغرافيا رقعة من الأرض يعيش عليها الناس، ومحضن ومسكن لهم. الوطن هو المسكن، هو الراحة، هو الاطمئنان، هو الأمان، هو الأمن. فالوطن هو مسقط الرأس، يجمع بين مسقط الرأس وبين الأمان، وكذلك بين العيشة، لأنه يعيش في هذا الوطن كل إنسان. قد يعيش إنسان في غابة، قد يعيش إنسان في كوخ، ولكنه يعتز بهذا الوطن. فبالتالي مسقط الرأس هو الذي يربط الإنسان، كما كان صلى الله عليه وسلم كان حينما هاجر من إلى مكة إلى المدينة، فكان قال أحب البقاع إلي مكة. فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام حثنا على حب الوطن. الوطن كلمة غالية وكبيرة، لا أستطيع أن أعبر عنها ولا أستطيع أن أمليها، فهي كبيرة. والوطن هو موطن ومأوى ومرجع. الوطن عبارة عن، ليست أرض، الوطنية هي عبارة عن فكرة، فكلنا نحمل فكرة الوطنية حتى نستطيع بناء وطن واحد نحميه من أثر الطغيان أو أثر أي شيء قد يهده. نموت وتحيا اليمن، ماذا عن صورة الوطن في عيون التوانسة؟ نشاهد معا. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب رب خلوا للوطن. اللي يحب الوطن نتاعه فهو مسلم، والمسلمين الحقيقيين هم اللي يحبوا الوطن نتاعهم. الوطن هو الأسرة، هو الدار، يمثل لي كل شيء، هو مقر عيشي، هو كل شيء بالنسبة لي أنا، يعني كل شيء. حب الوطن أول حاجة هو فهمتي غريزة، معناها يلزمنا نغرسوها في أولادنا، فهمتي معناها من الصغر، فهمتي. خاطر حب الوطن واجب علينا كأباء وكناس كبار باش نغرسوها في أولادنا. الوطن أولا نقول لهم راهو هو العالم المقدس، والوطن حب بلادك. الوطن هو حب، هو كل شيء، ويلزمنا نحبوه بالرسمي، نحبوه لخاطر بلاش وطن الإنسان ما عندوش حتى لا حاضر ولا مات. أنت يا مقري المواطن والمناضل والسياسي، أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم من الكراسي. نستكمل الحديث مع ضيفنا في الاستوديو، والسؤال لك دكتور مصطفى، هل هناك تفسير نفسي للارتباط بين الشخص والموطن الأصلي كما ذكر لنا دكتور عمرو؟ يعني يرى المهاجرون واللاجئون فكرة الوطن دائما الحنين للوطن الأم والوطن الأصلي مهما لاقوا من معاملة وتغير حتى في الظروف المعيشية للأفضل، مع ذلك أنهم يحنون دائما للوطن الأم، ما التفسير لذلك؟ هو لا شك أن التنشئة الاجتماعية في الصغر هي تلعب دور كبير في تكوين شخصية الإنسان، والتعود على أشخاص معينين وعلى عائلة معينة وعلى قرية معينة أو مدينة معينة أو مكان معين
أيضا يلعب دور مهم في الشعور بالحنين في المستقبل، عندما خصوصا عندما يبعد الإنسان عن ذلك المكان. ولكن من أساسيات علم الاجتماع أن كل المشاعر الإنسانية هي تصنع عن طريق التنشئة الاجتماعية، فالعائلة تلعب دور في تكوين هذا الإحساس، والمدرسة تلعب دور في تكوين هذا الإحساس، وكذلك سائر المؤسسات التنشئة الاجتماعية. يعني ليس فقط مجرد وجود الإنسان في بيئة حتى منذ صغره، هذا بالضرورة معناه الارتباط بهذا المكان، إلا إذا لعبت المؤسسات من حوله بما فيه من أسرة هذا الدور. طبعا فإذا لعبت هذه المؤسسات دور عكسي يشعره مثلا بالنفور من ذلك المكان، فمن الممكن أن تتحول مشاعر الإنسان. نعم. يعني في هذه الحالة يكره الوطن الأم أو يكره الانتماء إليه. من الممكن أن يحدث ذلك على حسب نوع التفاعل الاجتماعي الذي سيحدث بينه وبين الأفراد المحيطين به الذين يتولون تنشئته اجتماعيا. لكن مجرد الذكريات في حد ذاتها، يعني ذكريات التنشئة مع الأصدقاء، اللعب في الطفولة، كذا كذا، على حسب تلك الذكريات، هي ذكريات جميلة ومحببة إلى النفس، هو يلعب ويمرح ويشعر بالأمان. فبالتالي حيكون حتى لو تعرض لمصاعب لاحقا في الحياة واضطر لمغادرة ذلك الوطن، فسيظل يشعر بنوع من الحنين. طيب من هنا، ولكن إذا كانت الطفولة المبكرة هي طفولة عذاب، فلا أعلم، يعني سيحكي لنا الأطفال مستقبلا عن تأثير تلك المعاناة التي يشعرون بها الآن في أماكن مختلفة من العالم، عن تأثير تلك المعاناة على مشاعرهم المستقبلية اتجاه المكان الأصلي. طيب وبناء على ذلك، يعني الكبار الذين يتكلمون الآن هم كانوا يشعرون بالأمان في طفولتهم. يعني هو نعم هم الآن مهاجرين، هم الآن ولكن عندما كانوا أطفالا كانوا يلعبون، كانوا يمرحون، كانوا يشعرون بأمان، فذكرياتهم القديمة هي ذكريات جميلة وليست ذكريات مؤلمة. فلا أعلم إن كانت ذكريات مؤلمة. هذا بالرغم من أن الخروج ربما في كثير من الحالات الآن كما ذكرنا في المقدمة، وتحديدا في الوطن العربي، الخروج من الوطن بالإكراه، يعني ليس بالخاطر أو بالإرادة الكاملة، هو خرج بحثا عن الأمان، بحثا عن لقمة العيش التي لم تتوفر له في وطنه الأم، ومع ذلك يجد أيضا حنينا للوطن الأم مهما كانت هذه الظروف القاسية التي عاشها. كما قلت، لأنه عندما كان صغيرا هو كانت حياته مستقرة في ذلك الوطن، هو كان عنده عائلة تحببه في ذلك الوطن، عنده مؤسسات اجتماعية كالمدارس والأصدقاء يحببونه في ذلك الوطن. فالكبار عندما يتكلمون يقولون ذلك، ولكن ليس من حقنا ككبار أن نتكلم بالنيابة عن الأطفال، بالنيابة عن الصغار الذين سيحدثوننا مستقبلا عن تأثير تلك المذابح المروعة على مشاعرهم. طيب دكتور محمد عمرو، هل الانتماء لمحل الميلاد ينفي أي انتماء آخر، أم أنه يمكن أن تكون هناك يعني انتماءات متعددة، وأنتم في بلد المهجر الآن بشكل عام ومن واقع المشاهدات التي عشتها أنت بشكل خاص، الانتماء من الممكن أن يتعدد، أنتمي لهذا المكان الوطن الأم، وكذلك أنتمي إلى المكان بنفس القوة أو بدرجة قريبة من الوطن البديل أو الوطن المهاجر إليه؟ سيدتي الفاضلة، الانتماء نعم أنا في ظني أنه يتعدد، وأنا أعبر عن ذلك وخاصة للاجئين بالتعبير التالي، أقول أن اللاجئ له أمان وله عينان، له أم ربته وهي وطنه الأصلي، وله أم احتضنته وهو الوطن الذي يقيم فيه، وله عينان، عين على موطنه الأصلي الذي حيل بينه وبين موطنه ولا يستطيع الوصول إليه، وعين على الوطن الذي يقيم فيه. فأنا مثلا أقيم في البحرين، أحترم هذه البلد وأديها حقها وأقوم بحقي بالمواطنة تجاهها وكل ما يتعلق بذلك، فأولادي تربوا هنا وولدوا هنا ويحبون هذا البلد ورأوا من خيره، وهذا لا يتعارض أبدا مع حبهم لفلسطين وحنينهم إليها وحرصهم عليها والاهتمام بأخبارها وقراءتها وإتقانهم للهجتها والتواصل مع أهلهم في فلسطين إلى غير ذلك. فالإنسان ممكن أن يتكيف مع البلد الذي يقيم فيه ويحبه وينتمي إليه ويعطيه حقه، مع التكيف كذلك مع وطنه الأم وحبه وشوقه إليه، وهذا لا يتعارض بينهما. وأحيانا بعض الناس
وأنا أعتبرها لأسباب حقيقة ليست شريفة أو نظيفة، يحاول أن يوجد اضطراب بين الحنين للوطن الأم والوطن الذي تقيم فيه، فيقول أنت حدد موقفك، هل أنت هنا أو هناك، أنت هل أنت مواطن بريطاني أم أنت مواطن مثلا مصري كونك بريطاني من أصل مصري أو بريطاني من أصل فلسطيني. لا يا أخي، أنا مواطن بريطاني وأنا مصري، أنا مواطن بريطاني وأنا فلسطيني، فأنا في بريطانيا أحبها وأنتمي إليها وأعطيها حقها وحق المواطنة، وعيني على وطني مصر الذي فيها أهلي وفيها قوتي. وبالحقيقة كما تفضل أستاذنا، الوطن الذي ولد فيه الإنسان لا يشعر فقط بالانتماء للمكان والزمان، بل يشعر بالقوة. لذلك اعتبر دائما المهاجر ضعيفا لأنه انسلخ عن عائلته وعشيرته وقومه، لكن الإنسان في موطنه فهو قوي عزيز بأهله وجيرانه وقومه ولغته إلى غير ذلك. فالموطن ليس فقط إحساس وعشق، بل الموطن هو قوة، والانتماء له انتماء إلى هذه القوة. ورأينا كيف الإخوة اليمنيين يعيشون في وطن تأكله الحروب والنزاعات والطائفية إلى غير ذلك، ورغم ذلك يقولون شعرا في حب وطنهم. فهذا لا يتناقض سيدتي الكريمة. واسمحي لي هنا أن أشير إلى القصيدة الرمزية الرائعة التي تحدث بها أحمد شوقي عن العصفورة التي تعيش في الصحراء، فقال لها تعالي إلى اليمن ففيها جنة الخلد. فقالت له العصفورة ببيت شعر خالد، قالت هب جنة الخلد اليمن، لا شيء يعدل الوطن. فبالحقيقة أنا وطني لا 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 يعدله شيء، حبي وانتمائي له، وكذلك مواطنتي في أي دولة أقيم فيها وحبي وانتمائي لها لا يتغير ولا يتعارض. طيب دكتور عمرو، تابع معنا أهل غزة وما الذي تعنيه لهم كلمة وطن، الإجابات في المقطع التالي. بضم الأهل والأحباب، الدين والعرض والنفس، كل ما يملك الإنسان في حياته. الوطن جوهرة. الوطن يشمل كل ما هو موجود على أرض البلد اللي إحنا بنسكنها، سواء كان من آثار قديمة، من شعب، من زراعة، من صناعة، من تجارة. نحلم فيه، عايش فينا. مش قادر أجاوبك إجابة مباشرة يعني أقول لك وطن يعني كذا، لأنه كتير كتير، كل إشي في حياتنا هو وطن. الحب وطن، الانتماء وطن، التضحية وطن، يعني عايش في قلوبنا، في عقولنا، في كياننا، إشي مش عارف يعني وطن. الوطن بيعني لي كل حاجة، الوطن بيعني لي فلسطين، بيعني المسجد الأقصى، بيعني لي كل إشي بشكل عام. فلسطين في إيش تحرير فلسطين، تحرير المسجد الأقصى. ينضم إلينا عبر سكايب من ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور علي ليلى، مدرس مقارنة الأديان بجامعة هارفارد وإمام المركز الإسلامي بمدينة ديترويت الأمريكية. أهلا بك دكتور معنا وصباح الخير. صباح الخير. أهلا بك دكتور. دكتور علي، كيف يعرف الإسلام الوطن؟ في الحقيقة التعريف اللغوي للوطن هو المكان الذي استوطنه الإنسان، والإسلام له مبادئ عامة جدا، مبدأ الجوار والتعامل مع الناس بالاحترام والعدالة التي ألح عليها الإسلام في نصوص عديدة. فالإنسان المسلم مطالب بأن يكون إيجابيا وأن يكون نافعا وأن يكون فعالا في المجتمع الذي يعيش فيه، سواء كان في الوطن الذي نشأ فيه أو في المكان الذي استوطنه واختاره ليكون وطنه الجديد. هناك حقوق عالمية وحقوق أخلاقية ينبغي على كل من استوطن في مكان أن يقوم على تحسينه وعلى تطويره وعلى إقامة العدل فيه، وهذا الحقيقة ما يسعى إليه كثير من المسلمين المقيمين في الخارج في كأقليات مسلمة، يعني يستطيعون استغلال جو الحريات وجو والحقوق الدستورية المكفولة للجميع
في تقرير المبادئ العامة التي أقرها الإسلام والأمر معروف والنهي عن المنكر من خلال الوسائل المتاحة إليهم. طيب دكتور علي، لو تحدثنا الآن عن فكرة التخصص الذي تدرسه أنت وهو مقارنة في الأديان أو علم مقارنة الأديان، يعني هل هناك تعارض بين تعريف الوطن في الإسلام وبين الأديان الأخرى؟ في الحقيقة المبادئ الأخلاقية هي مبادئ عالمية في الحقيقة، وهذه النقطة تحديدا من النقاط التي يشترك فيها تقريبا جميع الأديان. فإذا نظرنا في الديانات السماوية الأخرى فحقوق الجار وعدم السرقة وعدم الاعتداء كلها مبادئ عالمية لا تختلف كثيرا فيها الديانات. الإشكالية تكمن في هنا تحديدا في الغرب في الصراع ما بين مذهبين سياسيين أو اجتماعيين، وهو مبدأ المالتيكولتشوريزم أو التعددية الثقافية أو الدينية، ومبدأ آخر هو مبدأ ينادي بالقومية وبالدولة القومية وذات الهوية الدينية والعرقية المحددة. وبالتالي نجد أن صعود القوميين في أوروبا وفي الغرب وفي الولايات المتحدة تحديدا الآن بيثير بعض المخاوف من إعادة تعريف المواطن. من هو المواطن؟ هل هو الذي حصل على الجنسية وبالتالي له حقوق معينة وعليه واجبات معينة، أم أنه الشخص ذو العرق والدين المحدد؟ هنا كثير يدعون إلى أن تعريف الأمريكي يجب أن يكون هو الأبيض البروتستانتي، وبالتالي هناك نوع من الصراع ومن المخاوف حول المهاجرين الذين حصلوا على جنسية هذه البلاد والذين هم من الناحية القانونية بالطبع مواطنون كأي مواطنين آخرين. طيب دكتور علي ابقى معنا، أيضا مشاهدينا ابقوا معنا، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف أيضا على تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نتوقف الآن مع تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، ينقلها إلينا حسام يحيى. إليك حسام وصباح الخير. صباح النور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إذا طرحنا على مشاهدينا عدة أسئلة بخصوص الوطن، ما هو الوطن وكيف ينمى هذا المفهوم لدى الأبناء داخل الأسر؟ تعليقات وأجوبة كثيرة وردتنا عبر مواقع التواصل. مصطفى خليل كتب على سبيل المثال قائلا على فيسبوك: الوطن الكبير ممزق ونهبت الخيرات ودمرت البنى التحتية وشرد من نجا من القصف، فماذا تبقى من الوطن؟ هذا المفهوم الكبير الذي نربي عليه الأبناء. يتساءل مصطفى أيضا: إيمان تقول حب الوطن في بلاد الغربة نرضعه لأطفالنا عندما يكون حب الوطن والانتماء المطلق له في الأسرة وداخل البيت من ضمن المقدسات والعقائد، فإن الطفل ينشأ على هذا المفهوم ويتشربه. كما تقول إيمان أيضا حسب آخر يقول: حب الأوطان فطرة فطر عليها الخلق، والدليل عندما أخرج كفار قريش الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من مكة فبكى وقال: إنك لأحب بقعة في الأرض إلى الله وإلي، ولولا أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. أيضا أم كلثوم تضيف: لا أعرف ما سأقول، فلا يوجد مبرر لحب ذلك الوطن غير الفطرة والتي تربينا عليها. أيضا تضيف تعليق آخر: الوطن هو المكان الوحيد الذي يضم في ربوعه قطعة الأرض الوحيدة التي يحق لنا العيش فوقها، والتي هي ملكنا ودارنا ومنزلنا الذي ورثناه أبا عن جد، وبالتالي المكان الوحيد الذي سيضمن لنا العيش بكرامة في الطبيعة بالتأكيد، ويحفظ لنا عدم اللجوء لأرض أخرى. كما تقول صاحبة التعليق أيضا عزة تضيف: الوطن أم ترتوي الأرواح بحبها في كل يوم وكل عام، حب الوطن يكبر في كل قلب بار من أبناء الوطن، يعرف تماما معنى حب الأم ويفتديها بروحه وبدمه، حب الوطن مقدس كحب الوالدين. كما تقول عزة في هذا التعليق على فيسبوك. على تويتر أيضا خليل كتب قائلا: أوطاننا مسلوبة الإرادة. أيضا تغريدة أخرى: أعلمه أن الوطن هو من يحفظ
كرامتك وحريتك ولقمة عيشك هذه البقعة الجغرافية أين كانت، قدم روحك فداء لها، غيرها أو غيرها لا تستحق منك أي شيء. هذه الأجوبة والتعليقات والتغريدات تجدون أيضا المزيد منها عبر صفحتينا على فيسبوك وعلى تويتر. وأعود مرة أخرى إليك أسماء. حسام، أسأل أو لا أسأل؟ براحتك. ما الذي يعني أو ما الذي يعنيه الوطن بالنسبة لحسام؟ يعني أي حاجة غير حضن فهي وطن يعني. شكرا لك، يكفي يعني تكفي هذه الإجابة. شكرا لك حسام، ويعني كانت هذه مجموعة من التعليقات والتي اختتمناها بتعليق من حسام. ولكن يعني هل هناك حقوق؟ لو تحدثنا عن الحقوق وحقوق الوطن وحقوق المواطن، ما الذي نستطيع أن نقوله في هذه النقطة؟ حقوق المواطن هي حقوق الوطن. يعني الشعور بالانتماء هو ليس مجرد هو ليس انتماء لنظام سياسي أو ليس انتماء يعني أحيانا بعض الأنظمة الدكتاتورية تستغل فكرة الوطنية لاستثمارها لمصلحتها وتحاول تحويل مشاعر الناس اتجاه الولاء لنفسها وليس الاتجاه الولاء للشعب والولاء للقوم. ولكن في حقيقة الأمر فإن حقوق المواطنين هي نفسها حقوق الوطن. فلا وطن بدون مواطنين. بدون مواطنين. طيب نذكركم مشاهدينا أنه يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. وينضم إلينا الآن السيد بندر من المملكة العربية السعودية. أهلا بك. السلام عليكم، تحية لك ولضيفك المشاهدين. وعليكم السلام، تفضل. طبعا أنا كنت ضد طرح ضيفك في بداية الحلقة الدكتور في جامعة قطر، كنت ضده تماما. بس في أي نقطة يعني تحديدا سيد بند؟ لما نتكلم عن الوطنية وإنها هي أنشئت في القرن الثامن عشر في الثورة الفرنسية، إحنا في الإسلام الوطنية عندنا موجودة وزادت من يوم ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال حب الوطن من الإيمان. كذلك يعني أضرب مثل لو سمحتي على بيت شعر: كم منزل في الأرض يأنفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فحب الوطنية في الأصل هي موجودة وطاهرة بدون مصلحة عندنا كمسلمين. كذلك يعني مو معنى أني أنا مثلا مظلوم في وطني ولا أني أنا ما نلاقي وظيفة في وطني وأكره وطني وأهاجر وكذا، يعني هناك تحصل لك. ولكن لنفترض أنه في شخص ولد خارج وطنه في المهجر زي إخواننا الفلسطينيين وكذا، مجرد الأب ما يقول له وطنك فلسطين هي وضع البذرة فيه، بس كلمة واحدة وضع البذرة فيه هي ستنمو في داخله. لأنه الإنسان حتى وإن سافر خارج الوطن للسياحة هو يفقد إحساس الوطن، ما حيرجع له الإحساس هذا لين يرجع وطنه. فحب الوطن هذا شيء لا مفر منه. بس إحنا الآن في ناس مثلا بيدمروا أوطانهم بسبب إنه في ظلم ولا قائد ظالم ولا حاكم ظالم. أنا وطني أحافظ عليه حتى لو كنت مظلوم، حتى لو كنت جيعان. ولكن إحنا في لو سمحتي إنه المفروض إحنا نعلم أبناءنا إنه الوطن يعني الوطن لا مساومة عليه. وجودي في وطني أنا بشعر به، من يوم ما أخرج من وطني إحساس الوطن يعني انقطع تماما. فهناك لابد نقول لأبنائنا ونفهمهم. شكرا هي لك. كلمة واحدة. وشكرا لك. شكرا لك سيد بندر، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. وأنتقل إليك دكتور علي من واقع ما تحدث به المشارك معنا سيد بندر من المملكة العربية السعودية. السؤال يطرح نفسه: كيف نوازن بين حب الوطن والنقمة في بعض الأحيان على ما يمر به هذا الوطن الأم من أزمات ومشكلات؟ في الحقيقة كما ذكرت من قبل، الإنسان المسلم لابد أن يكون فاعلا وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يحاول أن يقوم بالإصلاح ما استطاع، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فمن ضمن أو من إطار حبي لوطني أن أعينه على الخير وأن أوقفه عن الشر. هنا في الولايات المتحدة كثير من المسلمين استوطنوا في الولايات المتحدة وصاروا مواطنين لهم كل الحقوق،
والدستور الأمريكي هنا يعطينا الحقيقة الحق في أن ننتقد وأن نكون الجماعات والأحزاب وأن نتظاهر وأن نعرب عن آرائنا ضد الحكومة بشكل واضح وصريح، ولنا مجالات كثيرة جدا للعمل، وهذا يأتي أيضا من إطار الوطنية. يعني الوطنية هي أن contribute أو أعطي لبلدي من وقتي ومن جهدي في سبيل ارتقاء هذا الوطن، وأيضا من الوطنية أن أنتقد الإدارة السياسية حينما أشعر أنها لا تخدم مصالح الوطن. وبالتالي فأنا أعتبر أنه لا يوجد وطن perfect أو كامل، هناك أخطاء تحدث في كل مكان، ومن وطنيتي أن أقول للظالم أنت ظالم وأن أحاول أن أصلح بقدر الإمكان. نعم. طيب دكتور، ابقى معنا. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من طوكيو السيد أحمد الخولي، منسق الجمعية المصرية باليابان. مرحبا بك سيد أحمد، ومن واقع التجربة التي مررت بها، يعني لو تفصل لنا أو تجمل لنا في كلمات بسيطة واقع هذه التجربة. التجربة الشخصية؟ نعم. نعم، يعني أنا يعني أعيش هنا في اليابان تقريبا من حوالي 16 عاما. انتقلت فترات قصيرة للعمل في دول أخرى، ولكن دائما أعود إلى اليابان، ف قاعدتي هنا منذ 16 عاما. أعمل في مجالات لا علاقة بالتمويل والاستثمار. طبعا التجربة كانت صعبة في بدايتها بصورة قوية بسبب اللغة واختلاف العادات والتقاليد، لكن يعني بدل ما دام هناك إرادة في التحدي والنجاح، ف يستطيع أي شخص أن ينجح في أي مكان إن كانت لديه الإرادة ولديه رؤية معينة ماذا يريد أن يحقق بصورة عامة، ثم يعني يأتي توفيق الله طبعا قبل وبعد ذلك. يعني طيب أستاذ أحمد، يعني ذكرت أنك 16 عاما وتسكن أو يعني الوطن البديل أصبح لديك هو اليابان، وتخرج وتعود إليه، وذكرت كلمة القاعدة. طيب هل لا زال لك تواصل مع الوطن الأم؟ طبعا، يعني هو الوطن الام هو مصر اكيد. مهما بعدت المسافات او طالت الازمان، وحتى اقامتنا هنا، يعني انا اذكر حين سافرت في البدايه كنت اظن اني يعني ساعمل بالخارج 5 سنوات ثم اعود الى مصر لانقل ما يعني ما تعلمته من خبرات ويعني ما حصلته من أموال أستطيع أن أستثمره أيضا هناك. وكانت تلك النية، ولكن دائما أواجه أنا وغيري من المقيمين بالخارج بصعوبة تحقيق ما نحققه خارج مصر، في مصر مثلا على سبيل المثال لدولة عربية، أو بسبب عراقيل من الفساد. ويعني كما تعلمين حين جاء الربيع العربي والثورات كلنا عدنا، أنا نفسي عدت وأقمت في مصر يعني مدة أكثر من عام ونصف أحاول أن هل كنت تنوي الانتقال بشكل دائم أو العودة مرة أخرى للبلد الأم وترك بلد المهجر؟ نعم، كنت أنوي بالفعل العودة إلى مصر أو أن أكون بين هنا وهناك. يعني لا أعتقد أن يعني من لهم يعني أنشطة وقاعدة اقتصادية وقاعدة علاقات في دول أخرى، لا أعتقد أن من الذكاء أنهم يعني يدمرونها في لحظة واحدة ثم يعودوا يعني وينسون ما حققوه من قبل، ولكن أعتقد أنه لفائدة الأوطان يجب أن نكون دائما يعني لنا هنا باع ولنا هنا باع. ولكن للأسف بعد الربيع العربي طبعا كثير من المصريين حتى الذين ولدوا بالخارج كانوا يريدون الرجوع، وبالفعل رجعوا وعملوا على دراسات وبحوث كيف يعني يطورون أعمال ويفيدون وطنهم حتى وإن حققوا هم أقل. طيب وهذا ما يجعلني أسألك سيد أحمد الخولي، ماذا عن الآن، ماذا عن طبيعة العلاقة التي تربطك بالوطن الأم الآن؟ الان يعني انا اعمل في مجال اداره الاعمال، وايضا على الجانب الاخر اعمل
ايضا في يعني احد جمعيات تخدم المصريين المقيمين هنا في اليابان. ف لدينا رؤية يعني لخدمة المصريين هنا وخدمة الوطن. وحتى يعني إن شاء الله تأتي فرصة أكبر أن نعود ونخدم هناك حين يكون الباب مفتوحا للمصريين المقيمين في الخارج بالفعل أنهم يعني يفيدوا أوطانهم كما كنا كلنا نأمل يعني بعد بداية الثورة. نعم. طيب شكرا لك سيد أحمد الخولي، كنت معنا من اليابان. الآن نتوقف لنرى كيف يرى المصريون معنى كلمة وطن، نتابع. حب الوطن من الإيمان، والواحد اللي ما يحبش الوطن بتاعه يبقى خسارة يعيش فيه. بعرف ولادي إن دي مصر بلدي، حرص أحافظ عليها مهما كان الظروف. مصر مذكورة في القرآن ومحروسة. مصر بالنسبة لي أم الدنيا. مصريين آخر كل نقطة دمنا، أيوة مصريين لآخر كل نقطة دمنا. هذه كانت بعض التعليقات من بعض المواطنين المصريين الذين يعني وصفوا كلمة وطن بالنسبة لهم. بالعودة مرة أخرى لك دكتور محمد عمرو، مدير أكاديمية دراسات اللاجئين، كيف أنمي فكرة دوائر الانتماء لدى الإنسان أو لدى الشخص، وخاصة لأولاده ويعني أجيال قادمة، كيف ننمي هذه الفكرة؟ أول نموذج ممكن أن يقدم للطفل حتى يقلده هو نموذج الأب الوطني والأم الوطنية. إذا رأى الطفل أسرة فيها أب وأم وإخوة، هؤلاء يحبون الوطن، ينتمون إليه، يحافظون عليه حتى لو اختلفوا معه، يحسنون إليه حتى لو أساء، يعتبرون الوطن هو قلبهم ومسكنهم ورئتهم ونفسهم، لأجل ذلك يأتي الطفل يقلد وطنه. هذا إذا كان الطفل والأب في داخل الوطن. من المحال أن يخرج طفل يحب وطنه ويسمع الأب والأم يصرخ كل يوم وكل لحظة وكل ساعة سبا وشتما وإلى غير ذلك، وهذا غير الانتقاد البناء ممكن أن يقدم إلى سلوكات الناس. وهنا ينبغي التفريق بين مسألتين، مسألة الوطن وحبه، ومسألة من يقود الوطن ومن يرأس الوطن. بالحقيقة ممكن كثير جدا أن نختلف مع القائد ومع الوزير ومع رئيس الوزراء ومع المدير، وهذا حق مكفول وحق يضمنه القانون في كل الدنيا، لكن لا خلاف مع أحد على وطنية وعلى حب الوطن، فهذه مسألة وهذه مسألة. وأحيانا بعض الغثاء إذا انتقدت الوطن، إذا انتقدت سلوك القائد أو سلوك المسؤول، فإنه يعتبر ذلك نقصا في وطنيتك، وهذا كلام حقيقة تافه لا قيمة له. فالنموذج الأول أن يقدم الأب والأم نموذجا في حب الوطن، نموذجا عمليا يراه الأبناء، رقم واحد. المسألة الثانية أن يغرس الأباء حب الوطن في الأبناء من خلال بعض النماذج السلوكية العملية، كأن مثلا على سبيل المثال يعلمهم قيمة الوطن، يذهب بهم إلى بعض البرامج، مثلا يذهب إلى 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 مكان أثري في الوطن ويحدثهم عن هذا المكان، يذهب إلى معالم الوطن ويحدثهم عن قيمتها وعن تاريخها وعن أهميتها، يذهب إلى بعض الإنجازات الحديثة ويحدثهم ويروا كيف يتعامل معها ويقرأ لهم ويقرؤون نعم. ثم ذلك نعم. يشاركهم في كل الفعاليات الوطنية أو في أغلب الفعاليات الوطنية التي ممكن أن تكون. يعني أود الإشارة هنا إلى عدم الاستهانة من قبل الأهل بفكرة أو بهذه الفعاليات أو هذه الأنشطة، حتى وإن بدت بسيطة فهي بالتأكيد تأتي بكثير من النتائج في المستقبل. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أبو بينة من المملكة العربية السعودية، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب أبين عبر هذه الرسالة أن حب الوطن فريضة واجبة على كل إنسان وإنسان،
طيرين يحبون الخير للوطن الذي يعيشون فيه ولا يقبلون العبث بممتلكاته العامة مثل دورات المياه والحدائق غيرها من المرافق العامة ولا بتلويث البحار والأجواء من أجل أن لا تتفاقم أزمة الاحتباس الحراري وأيضا من أجل حب الوطن أن لا يقبل أن لا يقبل بهدر المال العام بهدر ثروات البلاد الثروات المالية عفوا على الفساد الإداري والمنهك لإقتصاد البلاد وعلى تمويل الحروب العبثية المدمرة للأوطان والمزهقة للأرواح. شكرا لك. نعم وضحت الفكرة أبو بينة، شكرا لك. كنت معنا من المملكة العربية السعودية، أشرت إلى أن الحفاظ على ممتلكات الوطن بدافع حب الوطن يعني هو يعني الغاية من الحفاظ على هذه الأوطان. دكتور مصطفى، أخيرا، هل الهجرة من الوطن هي نوع من أنواع الجحود؟ ولو كانت الإجابة أيا كانت الإجابة، نريد أن نعرف سريعا الفرق بين الهجر والهجرة. هو بالتأكيد هي ليست نوع من أنواع الجحود، لأن كما تفضل المتحدثين وبالمناسبة أنا لا أرى تناقضا بين هذه الآراء المختلفة، هي مكملة لبعض وليست متناقضة. فمن الممكن كما قال ضيفك من اليابان، فمن الممكن أن هو الآن يعيش في اليابان ولكن هو يخدم المصريين وهو فاعل في لازال فاعلا في خدمة المصريين وهو في اليابان. وكذلك ضيفك من الولايات المتحدة الأمريكية وهو أيضا له نشاط اجتماعي ومن الممكن أن يكون مفيدا لوطنه وهو خارج وطنه. وأذكر طبعا أنه مفيد لوطنه بمعنى أنه مفيد لأهل وطنه، لأن المواطنين هم الأصل، المواطنين وثقافة هؤلاء المواطنين وأصول هؤلاء المواطنين أقدم من الحدود الجغرافية. فيجب أن نسأل أنفسنا، من الذي صنع تلك الحدود الجغرافية؟ يعني هل الوطن هو أقدم أم الحدود الجغرافية هي أقدم؟ ففي حالة مثلا الحدود الجغرافية بين البلدان العربية، ما دور بريطانيا وفرنسا في صناعة هذه الحدود الجغرافية ورسمها وهي لم تكن مرسومة من قبل في معاهدة سايكس بيكو وفصل البلدان العربية عن بعضها وفصل العرب عن الأتراك قبل ذلك بالقومية العربية والقومية التركية ثم فصل الأوطان العربية عن بعض؟ عندما تكلمنا مثلا عن الانتماء لفلسطين، من رسم الحدود بين فلسطين والأردن؟ من هي الجهة التي قامت برسم هذه الحدود؟ فيجب أن نسأل، نفكر في هذه الأمور ونسأل أنفسنا. فأنا أرى أن الانتماء هنا هو الانتماء للقوم، الانتماء للأهل، الانتماء للبشر. ذكرت دكتور وحقوق هؤلاء. يعني لا أخدمه من كل مكان. نعم، ذكرت أنه برغم كل هذه التعريفات وكل هذه الأوصاف إلا أنه لا تناقض بينها. بالعودة إليك مرة أخرى دكتور علي ليلى. دكتور علي، يعني كيف وفي نهاية هذا اللقاء وباختصار، كيف لكلمة من 3 أحرف أن تتسع لكل هذه التعريفات ولكل هذا الشجن؟ لابد أن نذكر أن الوطن الكبير هو كوكب الأرض، ونحن جميعا مواطنون في هذا الكوكب. ولعلنا أيضا نشير إلى أن الوطن إذا استوطن الإنسان مكان آخر غير المكان الذي ولد فيه، فالوطن الأصل هو جزء من هوية هذا الإنسان المهاجر. إحنا عندنا هنا في الولايات المتحدة لدينا جنسيتين ولدينا وطنين بشكل عملي، فمن جاء من مصر واستقر في الولايات المتحدة فاستوطن في الولايات المتحدة، فالهوية المصرية بالنسبة له هي جزء من الهوية وليس فقط وطن يعني تاريخي وانقطعت تماما علاقته به. كما أيضا أشير إلى مسألة أنه تطور مفهوم الوطن في الثقافة الإسلامية أيضا من مكان ربما يكون ليس له حدود، مكان مفتوح يسير فيه المسلم في أي مكان، فهذا هو الوطن الكبير بلا حدود وبلا قيود. أما الآن وبعد تأسيس الدولة القومية الحديثة وصارت هناك حدود وفيزا ومطالبات وصعوبة شديدة جدا في الحصول على الجنسية الدول الأخرى،
وإلى آخره، فصار نعم. مفهوم الوطن لعله أكثر ضيقا مما كان من قبل، وهذا ربما ما يسبب بعض الإشكاليات في فهم المصطلح. شكرا لك دكتور علي ليلى، مدرس مقارنة في الأديان في جامعة هارفارد وإمام المركز الإسلامي بمدينة ديترويت الأمريكية. بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة صباح. أشكر ضيفنا دكتور مصطفى العزب، مدرس علم الاجتماع بجامعة قطر، وعبر سكايب من العاصمة البحرينية المنامة دكتور محمد عمرو، مدير أكاديمية دراسات اللاجئين. أيضا أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، وأيضا كان معنا عبر الهاتف من طوكيو السيد أحمد الفولي، أحد مسؤولي جمعية المصريين باليابان. كما نشكركم مرة أخرى مشاهدين على طيب المتابعة، نتمنى لكم صباحا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.